بعرف ان ترابك عم يغلي غلي تحتك يا اخي، اوعى تفكرني نسيتك. لا والله لا نسيتك ولا نسيت دارك. وحياة اللي خلقك راح ببقى ورا معجوب لو هرب لاخر الدنيا. ابو الكاشي. اهلين اهلين يا فندي. خير. لك اخ نين بدي اشوف الخير. هاي الدرويشه تعبانه وحاسسني قلبي انه بهاليومين انها عم تلوص وبراغيها محلوله. طبعا يعني هي حسب نشوف خير. اذا شوف خير بلوص فهي رح تلوص. لا يا ابو نكاشه، هي ما حبيتها منك بالمره. ايه وحياتك انا اكبر شوفير بهالشام كلها، لك هي لو إلها تم كانت حكيت شلون انا بزقزق فيها بالحارات الشام. لا بعيد شوفير مر. ولا ولا قوة الا بالله، هلا قوم شوف لنا اياها الله يوفقك. قوم ماشي لف لي اياها على قفاها لشوفير. لبها ليش وينه شغيله؟ لك هلا ابو لبها شو راح يصرك يعني؟ قمنا نقلبها هلا. ايه شلون هيك؟ ايه من ورا لعندي لهون. هيك؟ لا دورة هيك. اوعي اختي اوعي. حطها لعلك. يا رب. اي والله يا رب. دوس لشوف دوس. شلون هيك؟ ايه دوس. هيك منيح ابو نكاشة؟ ايه منيح. ايه شو طلع معاه؟ شغلتك هوينة كثير. ايه الحمد لله ريحت لي بالي. طيب ما قلت لي شبهها؟ هذا عمود مخك حالي وبده يشد شوي. عمود مخي حالي؟ يا ابو راس بده نكش مثل راس الببور؟ ليش هيك عم تحكي معي ابو نكاشه؟ الله يسامحك، لك ايه على طول عم تقلبها جد، لك ايه نحن عم نمزح. ايه لا، بس صاير مزحك كثير ثقيل ها، واخذ وشي زياده يعني. يعني اذا ما صلحت بسكليتك عندي، عن مين بدك تصلحها؟ فهمني. وليش مين قال لك؟ ايش كان ما زبطت هي الدرويشه رح ارجع لعندها. لا زبطت زبطت زبطت، ما رح ترجع الا بحاله اسعاف. ايوه شو قصدك؟ ما قصدت شيء. هي خالصه. خلصت اكيد؟ ايه خلص جاهزه ولو بركاشي انا. ايوه شو طلع لك معنا؟ يلي بيطلع من خاطرك. ايه من عيوني تنتين. اي وحده تنتين ثلاث ولا الا وحده بتكفيك. مسيك وكثير عليك، والله ينزع صباحك مثل ما نزعت صباحي وصباح الدرويشه بخاطره. روحي يا سلام خيو. روح والصباح اوعى هيك، اوعى الدرويشه، اوعى رجليك، اوعى ظهرك. لك الله لا يوفقك، خرب بيت قلبك، سامعك تروي علي؟ مرجوعك اخر نهار لعندي يا قلبي مارستان. رح
محمود ربك ما انسرق لكم شيء. ايه الحمد لله الحمد لله بس هم ونحن وانتم لفتنا. كثر خير الله. اوعى الدرويشه. اوعى الدرويشه. اهلين اخي. اهلين فكر يا فندي. عليكم السلام. اهلين اخي. شلون الدرويشه ما؟ الدرويشه لقاه خي انا من دونها بضيع، بضيع اخي شكري. شو شو عاملين اليوم؟ والله انا عم بقول المسويات، خلينا نروح على الحمام. ايه. ايه بدنا شوية الفطة معلش. ايه شو عليه خلاص بنروح على الحمام. ها اخي اجاك زبون، روح روح لحق بسرعة. زيد الوالد يا شكري المسا بشوفك، بدك شيء مني؟ اوعى تهرب، ها شوي تاني حيسرح الأمل براسك. يلا سلام شكري. اوعى اوعى على الدرويشة، اوعى اوعى على الدرويشة، اوعى على الدرويشة. يا ولد يا مدلل يا ولد، نص فرنك يا ولد، دبوسك يا ولد، يا مدلل يا ولد. الله يعطيه العافية. علينا علينا السلام. الله يرزقك كثير ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دبوسك يا ولد، يا مدلل يا ولد، نص فرنك. تعرف يا ابو عادل انا زعلان منك. خير ان شاء الله، الله لا يجيب زعل. ليش ما عاد جيت اخذت الخبزات من عندي؟ قوم هذاك اليوم بعثنا الولد ليجيب الخبزات، قلنا له مأمرين، جيت بعتهم محروقين، صرنا بعد اجيب من فرن الحاره الثانيه. لا انا امرتهم تأمير، بس هو الفرن كان حامي، شو بعمل؟ ما تعمل شيء، شو اعمل لك اذا الفرن حامي وبعتهم محروقين؟ مو مشكله. هلا شوف لي هاي الثعلبه، شو هاد؟ ورجيني لشوف ايدك. قولي 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 قولك هي مو ثعلبة، هي غابة ثعالب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يستر. ايدك 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 ايدك، رح افرك لك اياها بالتوم. هدي شوي، اوعى تدرها. طيب قولي شو هاد؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يجيرنا. يا لطيف ها، يا لطيف يا لطيف ها، غابة ثعالب. شو هدي شوي، اوعك هذاك تحمل وجعها وسيفها. شو بدي اعمل؟ هدي شوي. لا تحرك. لك هدي، لك لا تتحرك، تعمل لحد. لك هدي، لك يا ابو عادل، لك ايه مرت اخي؟ اخي تاخر والاكل هيك رح يبرد. يعني ما خليك تتعودي عليه، هو على طول هيك. ايه بس والله الاكل مو طيب بارد. والله. منيح اللي اجا. أهلين يا عمي. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيكم. فدي يا أبي فدي فدي الطربوش. الله يبعث لكم الأيام الحلوة، شلوني؟ أهلين أخي مشتقت لك. مرحبا يا أم رسمي. أهلين يا تاج راسي، تأخرت. خير أخي، اللي هي أجاية تعبان. معكم حق. من الصبح عم ندبر بيوت للنازحين اللي إجوا لحارتنا وعم نرتب لهم أمورهم. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكي مديحة، حطي الأكل لأنه بدي أرجع على الديوان. إيه على عيني وراسي، تكي وبكون الأكل جاهز. عودوا كنا من أحلى شباب. عود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بضيوف. أهلين أهلين وسهلين. عيدوا. فيتا فيتا معلمي. رايدوا. مرني تاج راسي. شوف واجب للضيوف على حسابي. ايه بعيوني. يا عيب الشوم خجلتنا والله. ولو ما في شيء من واجبكم. محسوبك ابو مصطفى صاحب القهوه. محسوبك العقيد ابو النار. والنعم والنعم عمي. يا ميت اهلين وسهلين. وانا انا ابو نحله في غول ابسطي. بنعرفك ابو نحله بنعرفك. خدامك عيدو، وشو بتحب تشرب انا بالخدمه؟ اهلين بعيدو. كاستيش هاي عمي. من عيوني احلى كاستين شاي لاحلى ضيوف. تسلم عمي. انا وانا وانا ايتو بدي كاسه زهورات، ما حبيت الشاي. جيب له كاسه زهورات لابو نحله. امرك معلم. عم عينك معلم، هاي احلى نوره احلى ابو. عرفت لي من هذا ابو نحله؟ ومنين بدي اعرفه عقيد؟ لا بعرفه ولا بيعرفني. سيدي الله يرجع كل واحد لبيته ولحارته. امين يا رب العالمين. تعرف يا سعيد. قول عقيد. أنا بيهمني ما صارت معي، إني أعيش على كتاف غيري.
حسيت تقل جبل ما عم تنبلع معي قلوب. منين بدها تنبلع يا عقيد؟ منين؟ زمان جار علينا، حارتنا صارت كومة تراب، وين بدنا نروح؟ بدنا نصبر على وجعنا لحتى الله يفرج علينا. ولو عقيد نحن أهلك وناسك، ولو تسلم يا سعيد تسلم. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يا بنات والله قلقانة على أخوكم منصور، وقلبي عم يغلي غلي عليه. لك لا بيان ولا بعد خبر، وعم يقولوا إنه الفرنساوي أصف البرلمان. دخيلك يا ربي شو هالحالة، والله شلي معك وحمله. يامو بدنا نطول بالنا، منصور شرطي ومثله مثل كل رفقاته، والوضع خطير. إيه يامو، يعني إلا ما يجي أو يبعد خبر، شو طالع بإيدنا يعني نحنا؟ طولي بالك. لك شلون بدي طول بالي؟ ولا إمتى؟ لك هذا ابني قطعة من قلبي، إذا ما خفت عليه على مين بدي خاف؟ على حالي؟ ولك حدي 60 جهنم بس هو ما يصبش. طولي بالك مرت عمي إلا ما يجي. يامو رح أعمل لك كاسة زهورات روقي أعصابك فيها. ما بدي شي يامو، ما بدي. روحي أعملي لك كاسة زهورات بسرعة. على عيني. هذا أكيد منصور. أنا شنو؟ أنت متوكل من الخبر؟ صبر جميل بالله المستعان. أنا أخبره للمختار وهو يخبر على الشهيد. رحمة الله عليه ومثواه الجنة. مع السلامة. مع السلامة. سمسم يا سمسم. احترامي سيدي. جاهز دورية، اريد اروح يم المختار. خير سيدي، شو القصة؟ بعدين اعلمك. تؤمر سيدي. يا حسافة يا حسافة على الشباب. هدي حالك هدي حالك يا أم منصور، إن شاء الله إلهي هلأ بندق الباب وبيجي. يا رب إلهي بترتاحي. لأمتى يا عم بكري؟ لأمتى؟ من يومين لا حس ولا خبر، والقصف نازل عليه وعلى رفقاته. لك كيف بدي ارتاح؟ كيف؟ والله عقلي ما عاد جمع. طولي بالك، أنا لكن ليش جيت لعندك؟ أنا جيت لأطمن عليكي وأشقشق عليكم. ما بتقصري يا خالي، ما بتقصري. واجبنا يا بنتي ولو. تسلمي لي. جارتك البكري خالتي ام بكري. يا حبيبة قلبي يسلم والايدين. تفضلي يا عمر. سلم ايديك يا عمر. يسلم. الله يفرج يا رب. يسلم. امين يا رب. امين. الخبر ما يسر ابد. خير، اللهم اجعله خير يا حضرة اليوزباشي. شو اللي صاير يا يوزباشي؟ وليتكم الشرطي منصور، وهو قاعد يدافع على البرلمان هو وربعه، استشهد وانطاكم عمره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحكي صار اليوم؟ لا بالله يا أخوك، استشهد بالأمس وما قدرهم يتعرفهم على الجثامين إلا اليوم. الله يجعل كيدهم بنحرهم. والله ومحمد رسول الله، هالخبر يحمس القلب ويهيض الروح. اي والله مو طالع بيدنا شيء. الله لا يوفقهم. أريد منك يا مختار تقول لأهل الشهيد باشر يستلمون الجثمان. سلم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. تفضل. Thank you.
أنا المختار يا بنتي. الوالدة موجودة؟ إيه موجودة. ليلى المختار وكبارية الحارة عاوزينها بكلمتين. حاضر مختار، تكي. مختار بالهدى عن مخلوقة. طمنيني، في خبر عن منصور؟ هيك الهيئة يا مو، المختار أبو عزام عاوزيني. يا ميتي الحمد لله، قومي بركي في خبرية حلوة. محملوني يلا تعي 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 خير يا مختار، إن شاء الله جايب لي خبر حلو عن ابني منصور. أمانة منصور بخير؟ منصور يا أم منصور صار عريس عند ربه. منصور بطل استشهد نشان أرضه وعرضه ووطن. منصور بطل يا أم منصور بطل. لا لا، منصور ما مات، منصور عايش. شو عم بيروح شباب؟ شاب مثل الوردة، شو بده يحكي الواحد؟ لازم نقوم بالواجب، والله أم منصور ما بتستاهل. يا حرام على اللي عم يصير فيك يا هشام. من يوم يومك أرض مباركة، أرض شريفة، صاحبة كرامة وعز ونخوة وتاج على رأس الكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منين انت؟ لا ما عرفني عمي ابو دحا. قرب لشوف، بدي اشوفك منيح. قرب. وهي قربت يا سيدي. والله الوش مو غريب علي. محجوب عمي ابو دحا؟ محجوب انا؟ الله اكبر، محجوب بشحمه ولحمه. لك الحمد لله على السلامة بالغالي. لك ميت اهلين وسهلين. الله يسلمك يا عمي ابو دحا، الله يسلمك. يا رب طمني عنك وعن الحارة وناسها، إن شاء الله ما صار عليكم شيء. لك شوفت عينك، الحارة بأمان وما في شيء. بس أنت قلي، أنت شلون طلعت من سجن القلعة؟ لك هاي سيرة طويلة يا عمي أبو دحا. من حقق لي أمي لساتها طيبة؟ أمك الحمد لله طيبة وصحة منيحة. الحمد لله يا ربي. روح طمن أمك وأهلك وناسك بدهم يشوفوك. الله يخلي لي اياك يا عمي ابو دحام. السلام عليكم. الله معك، حمد لله على سلامتك. الله معك. Thank you.
أنا يا مو، أنا محجوب. اشتقت لك يا امي، 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 اشتقت لك قد الدنيا. كيف يا امي؟ كيف؟ تعال تعال تعال، فوت فوت تقبلني، فوت فوت. خاي يا خاي. ايه عم بقول لحالي ايش رايك تلاقي لنا بيعه لحوشنا بحلب؟ انه هيك هيك ما بقى نرجع. اي والله يا خاي اختك دلال مع حق بهالحكي، يعني بصراحه الفرنساوي ضايقنا كثير ونحن ما بقى بدنا نرجع على حلب، ايش لنا بهالبيت لنعيفه هيك صيمدينه على الفاضي؟ ايوه وانتو صار لكم زمان عم تفكروا بهالقصه هي؟ ومين قال لكم انه انا رايقه وافق على بيعه الحوش؟ اه لك يا خاي ما ضل لنا حدا في حلب والفرنساوي لساته فيها. هسه ليك هاي مو شغلتك يا سليمه، صار بالشاي. ليكني اجيت ابن عمي. حطي. اسمعوا اخوتكم لساتهم محبوسين، بس يطلعوا ان شاء الله. وين بدهم يروحوا؟ اه مو لازم يكون لهم مأوى يتقابوا فيه؟ ايه ما ضروري يرجعوا على نفس الحوش، بيحسنوا من حق حصتهم يشتروا هون بالشام. ايه خاي ابوس روحك، يعني نحن صار لنا 10 سنين عم نستنى طلعتهم ولهلا ما طلعوا، عايش عم نستنى؟ من الاخر انا ما بقدر اتصرف في بيعه الحوش ليطلعوا اخواتكم ويوافقوا على البيعه وبس. ايه بس امك موافقه، يعني خلينا نبيع ونحسن وضعنا، حاجتنا فقر وتعتير. هي انا راحت علي، يعني لايمتى بدي اضل عم استنى؟ يا خير اخرتها خطيبك واخواتك رح يطلعوا من السجن باذن الله. بعدين تعالوا لقلكم، انتم كانكم حاكين بهالشغله ومتفقين وموافقين وانا اخر من يعلم. يا بكري انت ليش ماسك السلم بالعرض؟ هلا بس ترجع مرت عمي من بيت ام منصور بافتح مع الموضوع، بعدين هي صاحبه القرار. هلا قفلوا لي على الموضوع، بعود انا بس ترجع امي بحكي معها، لانه بصراحه هاي القصة مو داخلة بعقلي طاول طاول. هاتي جاي سليمة. تفضل. يا بي بكرة رح تفتح المدرسة. مزبوط يا بي، بس يمكن بكرة ما فيك تروحي على المدرسة مشان استشهاد منصور الله يرحمه. الله يرحمه، حسبي الله ونعم الوكيل. ليش الدنيا قلبي فينا هيك ابن عمي؟ تعرف بكرة رايحة لعند أم منصور عزيها بوفاة ابنها. والله الام منصور محترمه واكابر ما في منها. يا مام وانا كمان لازم اروح معك، واجب بتعرفي. يا ابي واجب واجب، ربي ياخذيها معي. أي. الله يصبر امه واخواته ومرته. امين يا رب العالمين. لك يا ربيعه وانت رايحه لعندهم خذي معك شيء شغله، يعني بلكي الجماعه ناقصهم شيء. على عيني. من طول عمرك كريم يا ابي ومفضل. لا يا ابي هذا فضل رب العالمين، احنا ما لنا فضل احد، فضلنا على حالنا. مالي مصدق عيوني، مالي مصدق عيوني، ابني محجوب قدامي. والله يا روحي خفت موت وما اشوفك. 15 سنة محجوب، 15 سنة. كل هالسنين وانت ببالي يا امي، ما نمت ليلة الا وانا عم فكر فيكي. الله لا يسامحك يا اخي زرعان، الله لا يسامحك ولا يوجه لك الخير. هي اللي كانت سبب الفراق بيناتنا يا أمي، الله لا يوفقها. من لما أنت فتت على السجن وأنا ما بعرف وين أراضيها ابنه. معقول يا أمو 15 سنة ما بتعرفي شي عن خيزران؟ صدقني يا محجوب، صدقني ما بعرف وين اختفت هالمقصوفة الرقبة. المهم احكي لي هلأ يا أمو، كيف أفرجوا عنك من سجن القلعة؟ ما أفرجوا عني يا أمو، سادة الفرنساوي قصف القلعة وصار كل مين يدقله، بقى شي مات وشي هرب يا مو، أنا كان نصيبي من بين اللي هرب. مهم ألف الحمد لله على سلامتك تقبر قلبي، والحمد لله إني شفتك بخير قدام عيوني. محجوب يا مو أنت لازم تصلح غلطتك مع بيت أبو رمزي وتتصالح معه، وكمان تدور على أختك
وترجعها تعيش بالبيت هون. بدك يعني رجعها على البيت يا أمو؟ أنا بدي أقبل خيزران ترجع تعيش معنا هون. الله يسامحك. محجوب، بدي إياك تنسى كل شيء صار وتعيش حياة جديدة وبعيدة عن المشاكل برضاي عليك يا أمو. بعدين بدي جوزك وأفرح بولادك يا أمو. هلأ يمينة من كل هالحكي، أهم شيء صحتك، بعدين بنحكي بكل شيء. الله يرضى عليك ويوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب. الله يخلي لي اياك اللي من فوق راسي يا عمي. لطف لطف يا شيخ، زلخ يا شيخ، تكفي زلخ خسر احلى شعب. زلخ زلخ عمي ابو بساب، نور الصلاه على سيد النبي. طمنا اليوم ان شاء الله وضع الشام احسن. اللهم صلي على سيدنا النبي، احسن بكثير، رجعت الشام مثل ما كانت واحلى. الله يفك على السيره يا رب. الله يفك على السيره. الله حاميك يا شام. الله حاميك يا شام، احلى من خد العروسه اللي فات. جليق قصات جليق برايك، اول مره بالسوق مخلل وبيرمي. بدي اعرف كل شيء عم يصير بالحاره، واي واحد بيتمرد علينا عقابه السجن. هات لشوف مين في بحارة الصالحية اللي معتقل عنا. سيدي في هدول العيلة الحربيين. خاطو بكري سيدي، خاطو بكري. شو بيشتغل بكري؟ هذا سيدي بيبيع صحلب. صحلب صحلب سيدي، صحلب صحلب. له نشاط هيك هيك لاحظت؟ لا سيدي، حرام 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 سيدي، أنا ما لاحظت شي ابنه، ما لاحظت. مين في غيره؟ في سيدي أخو لعبدين سيدي، أخو لعبدين. هذا سيدي بيشتغل مبيض. شو؟ مبيض سيدي، مبيض. أنا كم مرة قلت لك بس تحاكيني بتعلي صوتك؟ حاضر سيدي، مبيض. طنافير سيدي، طنافير، مبيض. ما لاحظت شيء مو طبيعي عليه؟ لا سيدي، لا ما لاحظت شيء، ما لاحظت. طب أفتح عيونك مشان ما تقول لي ما لاحظت. روح. حاضر سيدي، حاضر. صباح الخير. صباح النور. صبحتك في انوار النبي. يبعث لي حلمة، انت امبارح ما نمت منيح. كل ما ارفع راسي من على المخدة شوفك عم تتحرك. لك اخي يا سيدي، والله هالوضع عم يحرقني من جواتي. كل ما تذكرت الناس حين اللي تركوا بيوتهم وفقدوا حبابهم واصحابهم، والله حرام وحرام. الله يجعل كيدهم بنحرهم يا حق. بس كأنه اليوم هديانة شوي يا بي. الله العليم يا بنتي، بنقول ان شاء الله يوقف الضرب ان شاء الله. صباح الخير يا عظيم. صباح الخير. يسعد لي صباحك تقبرني. تشرب معنا قهوة؟ كمان ادموني يا امو. الله يفرحني فيك وتعبي لي هالبيت كله اولاد يفرحوا قلبي. الله كريم. يلا هانت هانت ابي هانت. مو بالاول لنعرف اذا كانت رح توقف هالحرب ولا لا. وليش لحتى ما توقف يا بي؟ ليش لحتى تضل مستمره؟ الحياه لازم ترجع مثل ما هي. بدي لك بنتي ما بتروح غير على اللي راح، هيك الحياه ماشيه. الله يرحمك يا منصور واجعل مسواك الجنة يا رب. الله يرحمه. ما خبروكم ايمتى بدها توصل لجنازته؟ يمكن يوم بعد الظهر هيك قالوا. الله يعينك يا ام منصور، ما بتستاهل غير كل خير. يعني مرة معدلة ومحشومة وتربايتها بتحكي فيها كل الحارة. خليكي جنبها وسيلة، ديري بالك عليها. ايه؟ ايه لك. بعد ما نكسر الصفرة وتتيسروا من غير شر رح روح لعند منا. يلا لك، رح قوم حضر كسر السفرة على بكير يا بي. يلا أبي يلا. محجوب! لك يا محجوب! لك افتح يا واطي! لك أنا دفعك يا واطي! لك افتح يا ندل! محجوب! 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 لا افتح يا
اخو لرمزي. شلون يعني ما اطلع يا امو؟ بدك يعني عنده بالبيت مثل النسوان؟ محجوب بيرضى عليك يا امو. والله قلبي مو متحمل، مو ناقصني اللي فيني مكفيني. مشان الله. ولك صداع يا واطي، ولك صداع يا محجوب يا كلب. لك اذا كنت رجال بتطلع. يا شباب عجيني حالك. شوفي شو عم بتساوي لك شكري، شو عم بتساوي؟ اتركني يا ابو عادل، اتركني بدي اخذ بتاعي. ليش محجوب هون؟ لك محجوب هون، امبارح المسا هرب من سجن الالعاب ومحتمي ببيته. محجوب محجوب افتح عمّا لك اذا كنت رجال بتطلع قدامي يا واطي. لك طول بالك يا شكري، طول بالك، هذا الشيء اللي عم تعمله ما له مزبوط بالمره، بعدين الخبر بركي ما له صحيح. بعدين مو عيب عليك تدق على حرمه لحالها بالبيت؟ خلصنا شكري، خلصنا. صحيح شكري، يعني الحق معه، حرمه لحالها بالبيت ما بصير تدق عليها. بالناس كلمه، بالناس كلمه، انا لسه ما خرفت. الناس شافوه بعينهم فايت على بيت امبارح بالليل. محجوب عمالك اطلع قدامي، مني مالك فك اطلع، ولك اطلع. عم شكري طول بالك وصلح سيدنا النبي. هلا عن جد عن جد اذا بدك الصراحه يعني شغلتك صعبه كثير. شكري عمي ايش دخلك الخنجر؟ ايش دخلك يا تقبرني؟ معلش اطلب منك طلب. لك انت بتأمري يا وسيله، احكي شو بدك. ما يأمر عليك ظالم يا حق، يعني مشان قصة الضيوف. والله انا مو قدرتي اطبخ لكل هالعالم. اذا في مجال تحكي مع الرجال يحكوا مع نسوانهم، كل مره وحده تطبخ لها شي طبخه وتوزع، هيك بخف علي شوي الشغل. ايه والله يا ابي كلام امي مزبوط، لانه شكله قعدتهم عنا مطوله شوي. لا يا وسيله، انا ما بدي اعزب نسوان الحاره فيهم. شنو هدول ضيوفي وانا اللي استقبلتهم. بس اذا هيك انت شايفه يعني في حل بيرضيكي وبيريحك. شو هو؟ رح خلي عزام ياخذ لهم شويه مونه تكفيهم شهر زمان، رح خلي الخضرجي واللحام يعطيهم اللي بدهم اياه بالدين وانا بسدد الحساب، وهيك بيعتمدوا على حالهم بيرتاحوا بيريحونا لبي ما الله يفرج عليهم. ايه شو علي؟ ايه والله كلامك مزبوط يا ابي، انا هلا رح امرق لعندهم واخذ لهم شوال رز وشوال برغل واللذي منه، ورح اقول لهم شو ما بيعتازوا ياخذوا من الدكان، وابو عزام هو اللي رح يدفع الحساب. ايه يا ابي ايه. لك روح الله يعلي من مراتبك يا حق، يا زينة رجال الحارة كلها. شوف مين يا ابي شوف. يا اخي خبر عمي ابو عزام انه شكري هجم على بيت ام محجوب. عم شو عم تحكي؟ يلا روح. يا بي عم يقولوا شكري هجم على بيت ام محجوب بده يقتل محجوب. لطيف شو الحكي ها؟ يا لطيف انتبه على حالك. شو في يا ابو شكري على مين هاجم؟ على بيت ام محجوب. وشو بده بهالمسكينه؟ على محجوب مو على امه. محجوب امبارح طلع من سجن القلعة. ايوه الله يستر. امين. من هون ماني متحرك، ما بمشي لحتى اطلع بروحه. ما بيصير هالحكي يا شكري، ما بيصير. يا شكري احمل حالك وروح على البيت ولا انا شغل، بعدين بتاخذ بيتار اخوك. اخي يا ضالي على وشك، احمل حالك وروح على شغلك، من اليوم ورايح هذا شغلي وهذا تاري. لا سيدي ماني متزحزح من هون، وهلا بدك تعمل حالك وتروح على بيتك. ايه عمي ايه مزبوط شو بيحكي المعلم شكري مزبوط. خلصنا اب معروف، خلصنا انت وخليك على جنب. ها والله العظيم مزبوط. ارتاح اب معروف، انت لا تدخل. شكري شو عم تعمل هون؟ ولا روح على بيتك روح. ماني رايح. شكري مو انا اللي بنقل لك كلمتي. لا امشي معي. اتركني زعيم. لفة شكري، لفة واسمع كلمة الزعيم. شكري هدي حالك بقى وامشي. خلصنا يا اخي. يلا شكري يلا امشي. شكري امشي خلصنا يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، والله رح يجنبنا.
يلا يا شباب خلصي كل واحد على شغله يلا. جليخ سكاكين، جليخ قصار، جليخ حواجب، جليخ غاتي، جليخ سكاكين، جليخ حواجب. كله من بنتك يا أمو، لو كله من هالفجرة. يعطيك هدي يا بي. يا أمرك يا أبو. خير أبو عزام؟ ما في شيء، بدنا نحكي جوز كلام. عامل شيء شكري؟ لا ما في شيء، ما في شيء. تفضل حبيبي. تفضل. شرف. انت كنت صغير لما محجوب قتل اخوه لشكري. احكي يا بيخ عم بسمعك. اكيد وانت صغير سمعت طرطيش حكي ما؟ هلا انا سمعت طرطشة حكي بس القصة كاملة ما فهمتها. منيح لي ما فهمتها. المهم هلا نحمي محجوب من شكري وما نخليه يقتله. شو بتأمرني يا بيك؟ بتخلي عينك على محجوب وين ما راح، وقد ما بتقدر بتحاول تحميه من شكري. الله يقدرني يحميك يا محجوب. حاضر 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 يا يوز باشي. أنا جاي استلم الجثة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا مو هيك بتنحل الأمور. وبصير تاخذ بيتارك قبل ما نعرف ليش محجوب قتل أخوك. لا يا أبو عسام لا، ما المفروض أنت بتعرف الأصول. كل عمره الدار دار والدم ما بيجيب إلا الدم. حتى لو أخي كان غلطان بحق محجوب ما بصير يقتله تحت أي ظرف من الظروف. ولا لا يا أبي؟ مظبوط يا ابني. مشان هيك يا أبو عزام اتركنا نحل القصة لوحدنا. أبو رمزي نحن حارة وحدة ناس عيب، وانت سيد العارفين بالحارة في كبير ما بصير حدا يطلع عن شور الكبير. كلام تاني ما عندي. إيش كان ما عجبكم هذا الحكي في كبارية بالحارة بتشاوروا. ما بدنا الدم يرجع يمشي بالطرقات. خذونا طريق. يلا يلا بصير